بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قد مضى بنا الحديث السابق، وهو حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا حميد عن أنس قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليه خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا شهداء الله في الأرض ما دمتم قد أثنيتم عليه خيرا ولم تختلفوا عليه، فيرجى أن يكون إن شاء الله على ما أثنيتم. فوجبت، أي وجبت خصلته، هكذا بعضهم قال وجبت الجنة، وقيل وجبت خصلة الثناء أو الخصال التي أثنيتم له ثبتت له. وإذا ثبتت خصال الثناء فيكون إن شاء الله من أهل الجنة، هذا هو المقصود. بعضهم فسر وجبت، أي وجبت الجنة، كما جاء في الرواية الأخرى، وهو التفسير الصحيح في الحقيقة. التفسير الراجح أي وجبت، أي وجبت الجنة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. بعضهم قال وجبت، أي ثبتت له ما أثني، أو ثبتت خصال ما أثنيتم عليه. لكن الحديث الثاني جاء فيه وهو صحيح في البخاري وغيره وجبت الجنة، فينبغي أن يفسر وجبت أي الجنة. ثم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. ثم قال الإمام الترمذي قال حدثنا يحيى ابن موسى وهو الرازي الثقة، وهارون ابن عبد الله البزار أيضا ثقة، قال حدثنا أبو داود الطيالسي صاحب المسند الإمام قال أنه قال حدثنا داود بن الفرات أنه قال حدثنا عبد الله بن بريدة أنا بالأسود الديلي قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمروا بجنازة فأثنوا عليه خيرا، فقال عمر: وجبت. فقلت لعمر: وما وجبت؟ قال: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. قال: قلنا واثنان. قال: واثنان. قال: ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد، يعني لو أثنى على واحد، على أثنى عليه واحد فقد هل تجب الجنة أو يبشر بوجوب الجنة، فما سألناه. هذا الحديث في الحقيقة يدل على أن للمسلم أن يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، لكن قد يكون يثنون عليه خيرا والله أعلم بماذا كانت تكون أو كانت له خاتمته، خاتمة هل كانت على كفر أو كانت كذا. ولذلك نحن نقول: نحن نحكم بالظاهر ولا نزكي على الله أحدا. هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يخبر عن الله تعالى أنه من أهل الجنة، لكن عامة الناس مهما رأى الإنسان على خير، إذا كان قال نرجو له الخير الله يغفر له رحمه الله وكذا، أما إذا كان عرفنا أنه مات على الكفر لا يجوز أن ندعو له، إلا أننا نقول إن شاء الله، إن شاء الله يكون من أهل الجنة. أما نجزم بأنه من أهل الجنة فهذا لا يجوز. كما أنه إذا كان شخص من يمشي على وجه الأرض، جاءني واحد وقال عند الشيخ فوزان مقطع، قال سئل عن بعض
هؤلاء الكفار الكبار هل هم في النار أم؟ قال الشيخ: لا نجزم. فقالوا: شيخ مرجي. الشيخ مرجي. طيب ما دام هو حي وهو كافر، لعل الله تعالى يقدر له الهدى والهداية ويموت على الإسلام. فلذلك الجزم ليس بصحيح. الجزم سواء كان بالتكفير، إذا لم يظهر أمور التكفير واضحا إلا أن تروا كفرا بواحا فيكفر بكل اشتراها. أما إذا كان هناك شبهة أو كلمة قد زلت به لسان زل به لسانه زلت به قدمه، ففي هذه الحالة لا ينبغي الجزم في الحكم عليه بكونه من أهل النار ومن أهل الجنة. لكنه الآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على أبي طالب عمه الإسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان أبو جهل وأمية واقفين قالوا: أترغب عن ملة آبائك؟ فقال: بل على ملة آبائي. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له، لأنه رأى أنه آخر حياته مات على الكفر، فشهد له صلى الله عليه وسلم وقال: لأجل حبي له إنه في ضحضاه من النار. وفي رواية أخرى: يلبس نعلا من النار يغلي منه منها دماغه. فهنا إذا رأى الإنسان إنسانا مات على الكفر الصريح، هذا يقال أنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أما إذا كان يمشي عاش بعده 10 سنوات أو يعيش يرجى أن يعيش، ما يدري، لعله يكون من أعداء أعداء الله ويكون من أقرب عباد الله. الصحابة هكذا كانوا رضي الله عنهم. عمر كان يريد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، عمر كان يقتل المسلمين، لكنه صار من أقرب عباد الله من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أريد أن أقول: ما من مسلم يشهد له 3 إلا وجبت له الجنة حتى الآن. هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر وهو يخبر بالوحي. لكن الآن هل يجزم الإنسان أن وجدنا 23 يشهدون له بالخير ونقول أنه في الجنة؟ لا، أو في النار إذا كان ظاهر الأمر أيضا ليس فيه خير فيكون يشهد له بالنار؟ لا، لعله يكون في آخر حياته تاب واستقام. نعم، وجبت له الجنة. الظاهر إن شاء الله قد يعبر أو قد يفسر بأنه إذا كانت عنده حقوق الآدميين مثلا أو يكون عنده شيء من الذنوب، إذا أراد الله أن يعذبه ثم يدخله الجنة، فوجبت له الجنة على أي مرحلة من المراحل. لكن قد يكون تجب له الجنة من أول وهلة، يغفر الله له ما يكون من الذنوب. فكل هذا بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. أما في هذا الزمان لو كان 20 أو 10 يشهدون له بالجنة أو بالخير، فهل نقول أنه من أهل الجنة؟ لا يجوز لنا أن نقول، والله أعلم، لا يجوز لنا أن نقول. قالوا، جاي الرواية فيها أنهم قالوا إنه إذا صلى عليه 40 شفعوا فيه، كذلك أقل من هذا جاء عدده. فهل المقصود منه الصلاة عليه أم الثناء؟ لأنه قال فأثنوا عليه، والثناء عليه الظاهر ليس في الصلاة عليه، يكون ثناء خارج. ما شاء الله كان نعم الرجل ونعم كذا، وكان في حياته بفضل الله تعالى رجل ما يؤذي أحد ولا يعني، وكان قريبا مات عندنا في الحارة، قالوا ما شاء الله كان حمام المسجد، دائما يثنون عليه إذا كان لازم مع الأذان قبل الأذان في المسجد ويخرج آخر الناس. فهذه من الثناءات، والثناء بمعنى خارج عن صلاة الجنازة، والله أعلم. أما صلاة الجنازة سبب آخر لدخوله في الجنة بأن يقبل الله شفاعته، الله مغفر له ورحمه إلا شفعوا فيه. يقول هنا، قال اللهم صل، قال النووي قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثني عليه، لمن أثنى عليه أهل الفضل، وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة، فإن كان غير مطابق فلا، وكذا عكسه.
قال: والصحيح أنه على عمومه، وأن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا. فإن كانت الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا إلهام يستدل به على تعيينها، وبهذا تظهر فائدة الثناء. انتهى. قال ابن حجر: وهذا في جانب الخبر خير واضح، ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أنس مرفوعا: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين، أي جيرانه الأقارب، أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. وأما حديث أما جانب الشر فظاهر الحديث كذلك، لكن إنما يقع ذلك في، يعني إذا قالوا أو ذكروه بالشر فهو من أهل النار، فيقول: لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره. وقد وقع في رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. ففي الحقيقة هذا يكون لا شك يرجى ويقال إن شاء الله من أهل الجنة ومن أهل النار، لكنه لا يجوز الجزم به. الصحابة حينما جزموا بمن قتل أو قتل نفسه أو أرى كان أبلى بلاء حسنا، فأثنوا عليه خيرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو من أهل النار، هو من أهل النار. فقال: فتتبعت، فكانت لما أثخنت به الجراح اتكى على الحربة وقتل نفسه، فقتل نفسه، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القاتل لنفسه يعذب في النار ولو ولا يكون كافرا قطعا، لكنه على قدر عمله. فلذلك العلماء كادوا يتفقوا في هذه من مسائل العقيدة، يتفقوا أنه لا نجزم لأحد بالجنة أو بالنار إلا ممن شهد وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم بتعيينه. ولذلك المرأة التي كانت تسرع فقالت: يا رسول الله إني أسرع، فدعو الله تعالى ألا أسرع. قال: إن صبرت فلك الجنة. قالت: يا رسول الله أدعو الله ألا أنكشف عندما أسرع. فدعا الله ألا تنكشف. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس يقول: من أحب أن يرى امرأة من الجنة فلتنظر إلى هذه المرأة السوداء. نعم. فبذلك يتلخص الله أعلم أنه يرجى له الخير ولا يجزم لأحد بالنار أو بالجنة. نعم. وذكى حتى قالوا في الحجاج بن يوسف، كثير من العلماء قالوا في الحجاج بن يوسف كان ظالما، وابن حجر الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: كانت له حسنات ولكن حسناته مغمورة في بحار سيئاته. ولكن في حين نفسه ذكر قال: لما أراد أن يموت فقال: ضو خدي على الأرض، وبدأ يمرغ نفسه ويقول: يا رب إني خطاء أو بهذا المعنى، ولكن رحمتك أوسع. ومن يدري أن الله تعالى يرفع درجات المظلومين ويعفو عنه بعدما مات في آخر لحظات على هذه الكلمات مما ذكر هذا. فلذلك في الحقيقة يرجى للخير أو يرجى بالخير، ولا يشهد بالتعيين أنه من أهل الجنة في هذا الزمن، إلا من يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بشره بالجنة أو يكون أخبر عنه أنه في النار. ثم قال: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم ابن عمرو ابن سفيان، ظالم ابن عمرو ابن سفيان تابعي. نعم. قال: باب ما جاء في ثواب من قدم له، باب ثواب من قدم ولدا، قدم أي مات له ولد. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سيد البغلاني عن مالك ابن أنس الإمام
حاء قال وحدثنا الأنصاري. أنصاري هذا مضى بنا كثير من شيخ من شيوخ الترمذي محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن أنس إسحاق ابن موسى أو نص عليه في العلل. الترمذي قال ولا محمد بن عبد الله على كل حال وكلاهما ثقة إن شاء الله. نعم إسحاق نعم إسحاق ابن موسى الأنصاري نعم قال وحدثنا المعن قال حدثنا مالك معن بن عيسى هذا من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. إلا تحلة القسم يعني شيئا قليلا مما يتحلل به القسم. وهذا فسروه تحلة القسم الإنسان إذا أقسم ألا يدخل في بيت أحد مثلا فإذا دخل ولو للحظة واحدة قسمه قد حل جاء وجب عليه القسم. كذلك إذا قال أنا حلفت أن أذهب إلى مكان فلاني مثلا لألتقي فلان ولو جلس معه دقيقة واحدة حل قسمه. فالمقصود منه إلا خفيفا أو قليلا هذا المقصود منه. وبعضهم قال إلا الورود تحلة للقسم الورود الذي ليس من المسلمين أحد وليس من الناس أحد إلا وقد يرد وإن منكم إلا واردها على الصراط وارد جهنم إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فهذا هو قالوا تحلة للقسم يعني ما يأتي عليه من لفح النار أو من الخوف من النار لأن عليها كلاليم فتخدشه وبعضهم قد يعني تجرحه فهذا القدر هو الذي يدخل في النار وإلا لا يدخل. إذا قدم ثلاثة من الولد فلا تمسه النار إلا تحلة للقسم. قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأنس بن مالك رضي الله عنه نعم وأبي ذر وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلب الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن ياس كل هؤلاء من الصحابة لهم أحاديث شواهد لهذا الحديث. يقول هنا أيضا وفي الباب أيضا أن مطرف بن عبد الله الشخير وعبادة بن الصامت وعلي بن أبي طالب وأبي أمامة وأبي موسى والحارث ابن عقيش وجابر وعمر بن عبسة ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن بشير وزهير بن علقمة وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن الزبير وابن النضر السلمي وسفينة مولى رسول الله وحوشب بن تخمة والحسهاس بن بكر وعبد الله بن عمر والزبير. سبحان الله لو جمع الإنسان هذا جمعه أحد من العلماء المتأخرين من الحنابلة في كتابه برد الأكباد على فقد الأولاد وفي فقد الأولاد برد الأكباد في فقد الأولاد ابن النحاس لا متأخر هو متأخر الظاهر يعني في القرن الثامن من المقادسة أو من الحنابلة نعم. ولو جمعت هذه الروايات وحققت فيكون جيد. كم واحد صار الآن يمكن أكثر من 20 صحابي وأحاديثهم تجمع وإن شئت تخرج أحاديث هؤلاء وإن شئت تخريج أحاديث هؤلاء فرجي إلى عمدة القاري. يقول عمدة القاري أيضا ذكر وأبو ثعلب له أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد وهو هذا الحديث. هذا الحديث يقول نفسه فيه نعم
أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عنه قال: قلت يا رسول الله مات لي ولدان في الإسلام، فقال: من مات له ولدان في الإسلام فأدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهما، وليس هو بالخشن كما يقول، وبضم الخاء يعني أبا ثعلبة الجشمي الذي روى الحديث المذكور أيضا. على كل حال ذكر أن هؤلاء هذه الروايات أو هؤلاء الصحابة لهم روايات بهذا المعنى، وفي روايات بعضهم جاء اثنان، وفي روايات وهي أيضا ثابتة ذكرها في المنذر في الترغيب والترهيب ولو واحد، فإذا قدم ولو واحدا فيكون صوابا إن شاء الله وصبر عليه فيكون صوابا لدخوله الجنة. وجاء في بعض الروايات لكن فيه تكلموا قالوا أنه يأتي يوم القيامة وسرته مع أمه، سبحان الله. لكن الرواية فيما أذكر ذكره في الطبراني أو في أي مكان في مجمع الزوائد فيه ضعيف. فالحاصل على كل حال هذه بشرى لمن مات له ولد وصبر على هذه المصيبة. نعم. ثم قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد نصر بن علي الجهزمي أنه قال: حدثنا إسحاق بن يوسف وهو الأزرق الثقة قال: حدثنا الأوام بن حوشب ثقة عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، هذا مجهول، حكموا عليه أنه مجهول ومدار الحديث عليه، ولذلك ضعفوا هذه الرواية. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله، هذا سبب آخر وعلة أخرى في تضعيف الحديث، لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فالانقطاع، فهذا الحديث إذا حكمت عليه فتقول ضعيف، وفيه علتان أو سببان للضعف: جهالة أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، والانقطاع بين أبي عبيدة وعمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لفظه ماذا؟ عن عبد الله بن مسعود رضي عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار. هذا اللفظ يكون ضعيف، لكن المعنى أنه لا يموت لأحد من المسلمين، الحديث الصحيح، ثلاثة من أولاد فتمسه النار إلا تحلة من القسم. لما كان مخالفا قد يكون يعذب خفيفا، وهنا كان له حصنا حصينا، ربما يرى أن هذا مخالف للحديث السابق الصحيح ويكون، وإلا معناه قريب على كل حال، معناه قريب، إلا كانوا له حصنا حصينا لا تمسه النار إلا قليلا أو تحلة للقسم. فمن ذلك لو حكم أحدنا على هذا الحديث بأنه حسن لغيره لا يكون بعدا بعيدا عن الصواب، والله أعلم. قال أبو ذر: قدمت اثنين، قال أو قدمت ولا قدمت اثنين، قال واثنين، قال فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا، فقال واحدا، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. ذاك يعني الصبر، المقصود منه إذا صبر واحتسب عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى لا شك أنها صدمة تكون قوية، وفي هذه الحالة إذا تماسك الإنسان وملك نفسه ولم يجزع، أو المرأة خاصة، فيكون له هذا البشرى، وهذا هو، وهذا جاء شاهد له في صحيح البخاري. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقبرة فوجد امرأة تبكي عند قبر ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تبكين. فقالت: إليك أني، فإنك لم تعرف مصيبتي، إليك أني، ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لها إنه صحيح البخاري أظن في كتاب الجنائز، فقال فلما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه أصابها مثل الموت، خافت فهرعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين. كتاب البواب في باب من يكون له بوابين أو كذا، حديث الذي فيه حديث أبي موسى
لأكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الاستئذان في كتاب الاستئذان ذكر فقالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فظاهر هذا هو المطلوب، لكن إذا لم يصبر فربما يكون أجره لا شك هذه مصيبة، ويكون له عليها أجر، إلا أنها لا يكون سببا لدخول الجنة هو نفسه وحده، والله أعلم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقلنا يعني لو تتبعتم فأكثر مواضع ما قال الترمذي هذا حديث غريب يدل على أنه ضعيف من إشارته أيضا، غريب إذا أطلق غريب فقط، أما إذا كان حسن غريب صحيح غريب فهذا له معنى آخر، لكنه إذا قال غريب فيعني به الضعيف. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لم يذكر إلا علة الانقطاع، وهناك علة أبي محمد أو جهالة عين أبي محمد مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ثم قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري. زياد بن يحيى البصري الحساني النكري صدوق من شيوخ من العاشرة هكذا أو ثقة من العاشرة. قال حدثنا عبد ربه بن بارق. عبد ربه بن بارق وهو يعني كوسج، كان لقبه الكوسج، صدوق يخطي في بعض الأحيان، الحنفي. قال سمعت جدي أبا أمي هكذا سماك ابن الوليد، أو قالوا أنه سماك ابن الوليد، وقيل سماك ابن زميل، وقيل زمام زميل ابن سماك، لكن الصحيح أنه سماك ابن زميل ابن وليد هكذا، وهو الصحيح الحنفي أيضا، وهو صدوق يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان، فرط أو فرط، لا فرطان، فرطان من أمتي أدخله الله بها الجنة. فهذا الحديث إن شاء الله حسن لغيره، لحديث يعني السابق الذي مضى بنا الآن، من كان له ولدان. هنا انظروا من قدموا الحديث الذي مضى هنا من أول، قال إذا كان ولدان، فقال وإن كان ولدان، ولم نسأله عن الثالث، عن الواحد إذا كان واحد. وهذا الحديث فيه هذا الضعف الذي فيه عبد ربه بن بارق، قالوا أنه صدوق يخطي فضعفه بعض العلماء، ومع ذلك يكون إن شاء الله حسنا لغيره. قال فقالت له عائشة فمن كان له فرط من أمتك، قال ومن كان له فرط يا موفقة، قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك، قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. الحديث هذا الجزء هو الذي ضعفوه، لكن الذي الجزء الأول يتأيد ويتحسن بالحديث السابق. فهنا يا موفقة هذا أيضا قالوا إن فيه غرابة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطبه بهذا الختام، لكنها أنه قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي، لن يصابوا بمثلي. فكل مسلم إلى يوم القيامة مصيبته أنه يصاب أو أصيب بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المعنى قالوا أنهم يعني بهذه المصيبة هم يثابون عند الله تبارك وتعالى بأجر لا بد منها. وفي حديث عند الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة وهو حسن إن شاء الله، قال من كان متعزيا فليتعز بموته، فإنه لن يصاب أحد بمصيبة أعظم من موتي. هناك تعزية، يعني إذا كان أصيب أحد في أبيه في أمه في أخيه في كذا، فينبغي أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعز أحد علينا،
ما دام مات فكل واحد يموت وكل نفس ذائقة الموت، فليتصبر فليتصبر بذكر موتي. فهذا الجزء هو ضعيف. قالوا فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي، لكن الفرط بمعنى الفرط كأنه ولد قدمه، هذا المعنى لم يقبلوه، إنما جاء في حديث صحيح أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. والفرط قالوا هو الراعد الذي يذهب ليبحث للناس الماء وغيره، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنتظركم هناك وأنا سابقكم على الحوض، وليس بمعنى أنه يكون مثل من مات ولده أو ولده بهذا المعنى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، لكنهم وصفوا بأنه يخطي. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان بن هلال ثقة قال أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه، وسماك بن الوليد هو أبو زميل الحنفي، ليس ابن الزميل، أبو زميل الحنفي، بعضهم قال هو سماك بن الزميل، سماك بن الوليد أبو زميل الحنفي هو ثقة. نعم. أو صدوق. أبو زميل يعني ضبطها أبو زميل ممكن. نعم، لأن هذه الأسماء لا يؤخذ إلا بضبط العلماء رحمة الله عليهم، هو هكذا ضبط بالحروف. ما هي الكتب التي يمكن أن نضبط بها؟ إذا أردنا أن نضبطه بضم الزاي وفتح الميم مصغرا، إذا أراد الإنسان أن يكتفي بكتاب واحد إن شاء الله فتبصير المنتبه لابن حجر، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وأقدمهم أو أقدم الناس ابن ماكولة الإكمال، ابن ماكولة رحمه الله. فعلى كل حال راجعوا في هذا أبو زميل أو أبي زميل. نعم. فإذا الحديث هذا فيه ضعف، ويكون إن شاء الله الجزء الذي من قدم فرطان أو فرطين هذا ثابت، وأما ما بعده لم يوجد له ما يؤيده. من كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. نعم. وعليكم السلام. حياك الله. الله يبارك. حياك الله. بارك الله فيك. باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا الأنصاري، هنا هو نفسه الأنصاري الذي قلتم هو إسحاق. نعم، إسحاق بن موسى. قال حدثنا معن هو معن ابن عيسى. قال حدثنا مالك حا تحويل إلى إسناد آخر. قال وحدثنا قتيبة عن مالك. فقتيبة عن مالك هذا أعلى إسنادا من الإسناد الأول، لأن بين مالك في الإسناد الأول معا، وهنا قتيبة عن مالك رأسا بدون واسطة. عن سمي هو مولى أبي بكر أبي صالح زكوان السمان صاحب أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة. الحديث من صحيح السياق أخرجه البخاري أيضا بهذا المعنى، خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أما الشهيد في سبيل الله فلا شك فيه، الذي قتل في معركة الأعداء وقتله الأعداء فهذا يكون شهيدا له حكم خاص، يعني يدفن في دمائه ولا يكفن ولا يغسل. أما الآخرون فلهم أجر الشهيد، أجر الشهيد، وليس لهم حكم الشهيد بمعنى يدفنون في ثيابهم ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. الشهيد أيضا لا تجب الصلاة عليهم. الشهداء خمسة، يعني يكون لهم أجر الشهيد مع الصبر على المصائب. المطعون الذي مات بالطاعون،
الطاعون مرض لا شك في أنه مرض خطير ويصاب الإنسان في يعني قد يكون المرض يمتد إلى وقت طويل وقد يكون خفيف، فلذلك يكون هذا وقد عانى آلاما كثيرا ومصائب فيكون له هذا الأجر. والمبطون الذي مات بمرض بطنه، مرض البطن أي نوع من مرض البطن قد يكون يعني هناك من أدخلوا في هذا بدون يعني أكثر العلماء يشرحون المرض المعروف في هذا الزمان بالسرطان، قد يكون السرطان أو أي مرض من مرض كان يكون الماء الأصفر، وهذا يقولون أنه يكون أيضا ساما لجسمه لكنه لا يموت الإنسان فجأة، إنما قد يعاني الألم الشديد إلى مدة. والغرق الذي غرق في الماء وصاحب الهدم انهدت عليه الجدران أو جب أو صخرة أو كذا، والشهيد في سبيل الله، فهؤلاء لهم أجر الشهيد. أما الشهيد في سبيل الله المقصود منها من قتل في الجهاد مع الأعداء فهذا حكمه الخاص. نعم، أيضا جاء الشهيد من قتل في سبيل الله فيجعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر، لم يأتي في هذا في هؤلاء إلا أن لهم أجر الشهيد، وهذا لا شك فيه مع الصبر ومع احتساب الأجر في كل المصائب. نعم، قال وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيق وخالد بن عرفتة، خالد بن عرفتة وقيل خالد بن علقمة أيضا، وسليمان بن سرد وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، يقول الشهداء خمسة جمع شهيد بمعنى فاعل لأنه يشهد مقامه، يقول هكذا يشهد مقامه قبل موته، أو بمعنى مفعول لأن الملائكة تشهده أي تحضره مبشرة له. وقد ذكر الحافظ في سبب تسمية الشهيد شهيدا أقوالا أخرى، قالوا الشهيد بمعنى الناس يشهدون له بالخير من جملة ما قالوا، الملائكة تشفع له عند الله يشهدون عند الله تبارك وتعالى له، أيا كان على كل حال المقتول في سبيل الله لا شك فيه أن له أجرا كبيرا. نعم، يأتي يوم القيامة وجرحه يثوب دما، اللون لون الدم والريح، هذا أكبر وسام للشرف في الحقيقة. نعم، ولذلك عمر رضي الله عنه إذا كان يتمنى أيضا الشهادة، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وارزق موتي في بلد رسولك، سبحان الله. نعم، وثم كان يقول يعني كأنه يعترض على نفسه، قال أن لي الشهادة والناس حولي يغزون أنا ما أروح للغزوة، ثم يقول يأتي بها الله أن شاء، سبحان الله، بنفسه يقول. نعم، فألا كل هذا الشهادة لا شك فيه، ولذلك ينبغي للمسلم أن يعيش من مات ولم يغزو، الغزوة قائمة وكانت الحاجة قائمة ما ذلك لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الله، الله المستعان. الآن الأعداء أبرزوا أنيابهم بكل وضوح، ما بقي أنهم يعني ربما يدلسون أو كذا، بكل صراحة يريدون أن يغزوا بلاد المسلمين كلهم، ومالأوا ما هؤلاء الفجرة الكفرة الذين ينكرون قرآننا، ينكرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم وغيرهم. وإن صح فهناك بعض المنشورات قالوا أن أحد كبارهم قال عندنا قسم الكتاب والسنة في الجامعة جزاهم الله خير، بعضهم له ما شاء الله دخول كثير في هذا فدائما يتابع الأمر، فأرسل قال أنه قال نجحت في جعل أو إغراق سوريا والعراق بالدم، هكذا يقول نجحت في إدارتي للبلد الفلاني في إغراق سوريا والعراق بالدم.
ونحن حليفنا إيران وعرفنا أنه ليس بمسلم كما كنا نظن. هكذا بكل صراحة، إن كان صح هذا قد يكون الناس، قد يكون والله أعلم هواجس نفس يرمون في هذه التواصل أو آلات التواصل، لكن هكذا جاء عنه، والواقع شاهد لهذا. الآن الذي حدث في تركيا مهما كان لا شك أنها يعني كانت مأساة كبيرة جدا لو حصلت، والآن ولا واحد منهم البلاد الإسلام. مات في فرنسا ناس بالدهس مو كذا، وأرسلت لهم برقيات التعازي، لكن قتل في تركيا كم من الناس قتلوه انقلابيون هؤلاء، ولا أحد منهم عزى، بل كلهم يهددونه، يقول لا يفكر في إعدامهم. شوفوا كيف هذا كله واضح جدا على أنهم ومدبرين، هم مدبرين طبعا، لا يريدون. هم وجدوا فرصة، المسلمون الحمد لله، الإسلام بمعنى السلم، الإيمان بمعنى الإيمان، والمنصفون منهم يعترفون، المنصفون منهم يعترفون بأن الإسلام فيه سلم، ويذكرون تاريخ الإسلام من الجزيرة العربية إلى أقصى فرنسا، يقولون كان المسلمون من أحسن الناس معاملة مع غير المسلمين. لكن هؤلاء الآن يريدون، لا شك أن الله قد جعلهم كما شكى موسى عليه السلام، رب قد أعطيت الآية، رب قد أعطيت فرعون، إنك أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا. فهؤلاء لا شك أنهم تفوقوا الآن بما ينبغي يتفوق به المسلمون، وأعدوا لما استطعتم من قوة، فبهذه القوة يفرضون آراءهم ويهددون دائما ألا يعدم هؤلاء الذين خانوا الدولة. سبحان الله، ما أنهم يقولون نحن نريد ديمقراطية، نحن نريد الأمن، نحن نريد كذا، أنتم الذين تديرون الإرهاب. لكن من الذي يقول، من الذي يقول لهم هذا الكلام؟ لأن هؤلاء عندهم قوة ويفرضون. فكل المرض في ضعف المسلمين في الحقيقة. ويقول أيضا أن حليفنا إسرائيل لابد أن يبقى في مكانه، ولا يقوم لأحد من الدول الإسلام قوة حتى يعني كأنها تكون موضع خوف لإسرائيل. يعني واضح جدا جدا هكذا. يعني وأنا كنت قرأت قديما، بارك الله فيكم، اسمه ليس هذا تخذيل، إنما نريد المسلمين يستفيدوا، ندعو الله تعالى دائما. والله لا شك أن هدفهم الوهابية كما يقولون هم بنفسهم، يقولون الوهابية أخطر شيء. هدفهم إن شاء الله، نرجو من الله أن يخيب 100 مرة أعمالهم وعمالهم إن شاء الله، لكن هدفهم بلاد التوحيد. ولذلك ساعدوا في نشر الأسلحة في اليمن وفي إسرائيل في البحرين في كذا، كل هذا سلسلة واضحة جدا. ومن قبل يعني ما فعلوا بالعراق ليس إلا أنها كانت الحمد لله غلبة للسنة ولأهل السنة، الآن انقلب الأمر، لكن إن شاء الله السنة لا تضيع وأهل السنة لا يضيعون. هذه اليهودية في ذاك الوقت كلمتان قال العلماء، أن امرأتين قد نجحتا في حزيمة أعدائهم، اندرا غاندي في الهند في نفس القريب من الوقت، وهذه الثانية التي كانت تسمى ماذا، رئيسة إسرائيل جولدا ماير. قالوا في تلك الأيام، أنا أذكر أنها كانت تصدر في لبنان مجلة كانت تأتي وفيه نشر، كانت إسرائيل في أضعف حالة اقتصادية، لكن جاء وزير السلاح الأمريكي أو وزير القتال جاء وجلس معها 7 ساعات ووافقت وحدها بشراء الأسلحة. فلما رمت المسألة في البرلمان قالوا ما عندنا شيء، كان
قال مهما كان لو بقينا جائعين نموت لابد أن نشتري، وإذا فرضنا قوتنا على أعدائنا يكون لنا مستقبل. أخيرا وهم يعارضون يعارضون وفهمت هذه، قالوا أنت لماذا تصرين على هذا؟ قال أخذت هذا من محمد وأصحابه، اسمه هذا الكلام، إن كان صح هذا على كل حال نحن ننقل لأننا نحن نريد التثبت في كل شيء، فنقول كما قال ابن خزيمة إن صح الخبر فنقول يعني كان في الجريدة موجود هذا. قالت لماذا أنت تصرين لاشتراء أو شراء أسلحة ما لا نحتاج إليها كثيرة جدا؟ قالت أخذت هذا من محمد وأصحابه، هكذا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه كانوا يموتون جوعا، لكن هكذا قالت في غرفة في حجرة محمد سيفان معلقان. وعلي كان ليس عنده شيء، شوفوا علي كان يريد أن يتزوج ليس عنده شيء إلا، ولكن كان عنده درع، درع القتال، أين درعك الحطمية؟ ما هو كذا. فسبحان الله سبحان الله، قالت أخذت هذا من محمد وأصحابه بكل صراحة، وقالت لا ينشر هذا، وقالت له لا ينشر، فلم ينشر إلا بعد مدة. نعم، فالحاصل على كل حال الله المستعان، يعني الشهيد له معنى، والمسلمين لو رموا نعالهم على أعدائهم إن شاء الله الأقارب هؤلاء لا غطوهم، لكن ما يتفقون وما يقدرون يتحدوا، والله المستعان. أولا أفكارهم عقائدهم مختلفة، المسلم يكفر المسلم لا شك فيه، ما أن هم أحق بالتكفير، هم يعبدون القبور ويسألون القبور ويقولون وهابية كفار. ويأتي عندنا أشياء كثيرة خاصة من الهند وباكستان يقولون نحن نريد ونحن نفرح إذا كان إيران تغلب على، أعوذ بالله من الشيطان، هكذا البريلوية الذي تسمونهم أو تعرفونهم، قالوا هؤلاء هدموا ويبكون، هدموا قبة أم المؤمنين خديجة، هدموا قبة آمنة رضي الله عنها بهذا اللفظ، هدموا قبور الصحابة، يعني يثيرون الناس على هذا، فكلهم يبكون ويدعون على كل حال. فندعو الله تبارك وتعالى أن يفهم المسلمون، ونخاف أن تسوء الحال على المسلمين أسوأ من هذا. الكفار إذا وقعوا في البحر وكادت أن تغرق، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وتركوا كل الآلهة. الآن المسلمون كلما وقعوا في المصائب يزيد ارتباطهم بالمقبورين والدعاء من المقبورين والخشوع والخضوع عند القبر والمزارات، ما لا يأتيه الخشوع والخضوع عند جدار الكعبة. نعم بالفعل هذا واقع الأمر، فنخاف أن يسوء الأمر للمسلمين أسوأ مما هم فيه، الله المستعان، ما لم يرجوا إلى، لأن الله تعالى قد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم الجين وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. أي دين؟ الدين الآن له وجوه كثيرة، الدين الآن له وجوه كثيرة، أولا يعني عقائد مختلفة، وصحابة رسول الله قد إن كان الإجماع حصل في شيء من الأشياء في تاريخ الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهذا الإجماع الذي على العقيدة السليمة، عقيدة السلف في ذات الله تعالى وفي صفاته وغيره وغيره، هذا إجماع، ويقولون ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا دليل الإجماع. فأي المؤمنين الذين أثنى الله عليهم هم الصحابة، ما كان هناك لا أشاعرة ولا ماتريدية، ولا كانوا نقشبندية تشتية قادرية سهروردية رفاعية، ما أدري، الله المستعان، هذه الطرائق قددة. نعم، فما دام المسلمون بهذه الأفكار والعقائد المختلفة وليسوا يرجعون إلى الله ولا ينصرون الله ولا كتابه ولا رسوله، فيكون الحال يرجع إلى أسوأ من هذا، يخاف الله المستعان. فإذا
ينبغي للمسلمين أن يقوموا مثنى وفرادى ويتواصوا بالخير، ولا يرجو المسلمون ولا يرجو إليهم عزهم إلا إذا رجعوا إلى الأمر الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. والله المستعان. نعم. والمبطون الذي يموت بمرض البطن كالاستسقاء ونحوه. قال القرطبي: المراد بالبطن الاستسقاء أو الإسهال على قولين. فلا شك أن هذه كانت مشهورة لدى الناس، لكن قد تكون ظهرت أمراض الآن كانت في الأول إذن ما كانوا يعرفون بهذه الصورة، مرض القلب ومرض أشياء يعني قد يدخل فيه، والله أعلم قد يدخل فيه. وأيضا جاء في الحديث أظن السيوطي له رسالة الشهداء في أو لمن يعني في تلك الأيام، أنا أظن هو السيوطي الشهداء في الإسلام أو بهذا أو أحد آخر من جملة على كل الحديث الصحيح جاء: والمرأة تموت بجمع، يعني عند الولادة، إذا ماتت عند الولادة فهي لها فضيلة الشهادة. فنعم الله المستعان. ثم قال: حدثنا عبيد ابن أسباط ابن محمد القرشي الكوفي. هذا ثقة إلا أنه ضعف في الثوري، إذا روى عن الثوري فهو ضعيف، حديثه ضعيف، وهذا باب كبير الذين ضعفوا في مشايخ مخصوصين، يعني هناك كتبوا أحاديثه لم يحفظوا، فما علق من ضبط من في أذهانهم من أحاديثه فكانوا وضاع الكتاب أسباب. فهناك كتب من ضعف وهو ثقة ضعف في جهة خاصة أو ضعف بدون سبب. فهذا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي إذا روى عن الثوري فحديثه ضعيف، لكنه هنا قال: حدثنا أبي وهو أسباط بن محمد ثقة. قال: حدثنا أبو سنان الشيباني ثقة، اسمه سعيد بن سنان البرجومي ثقة أو صدوق. أنا بإسحاق السبيعي وعمر بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي ثقة. قال سليمان بن سرد لخالد بن عرفطة، هنا ذكر خالد بن عرفطة، نعم خالد بن عرفطة، وسمي خالد بن القمة أيضا، قالوا أو خالد لسليمان، يعني قال سليمان بن سرد لخالد أو قال خالد لسليمان بن سرد: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه: نعم، يعني صدق صحابي الصحابي الآخر، نعم. ويكون هذا أيضا بشرى، وهو بمعنى المبطون، من قتله بطنه أي مرض من أمراض البطن فيكون لم يعذب في قبره، فصدقه بعضهم بعضا، نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وقد روي من غير هذا الوجه، نعم. باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة، عامر بن سعد بن أبي وقاص. أبو إسحاق السبيعي هذا قالوا أنه اختلط، وفيه قال أنه مدلس أيضا، إلا أنه كما قال وقد روي من غير هذا الوجه، الحديث صحيح إن شاء الله، نعم. قال أنا عمرو بن سعد أن أسامة بن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب. رجز بمعنى عذاب من الله تعالى، أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. هذا الحديث جاء له العلماء أصل في الحمية، ولا شك أنه لا عدوى ولا طيارة إلا بمشيئة الله تعالى. أما الطاعون أو أي مرض لا يؤثر بنفسه بدون مشيئة الله،
فإذا كان أراد الله تعالى أن ينقل من أحد إلى آخر فلا شك أنه يكون سببا من الأسباب، وإلا ليس هو مؤثر. ولذلك كم يكون ناس حتى الأطباء أنفسهم الذين يخالطون أمراض المعدية أو أصحاب الأمراض المعدية يسلمون بفضل الله تعالى، كذلك الممرضين والممرضات وغيرهم وغيرهم. فالحاصل على كل حال الأصل فيه، لأن هذه أمراض معدية فإذا وقع بأرض لا تدخلوا أنتم فيكم الحمد لله سلامة والعافية، وإذا كنتم في هذا الأرض لا تخرجوا إلى أرض سليمة. ولذلك عمل به الصحابة أيضا، عمر رضي الله لما أخبر بأن في أمواس في الشام وقع طاعون فرجع، فقالوا أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله عز وجل. فهذا أصل لا شك فيه، ولا يقال إن هذا يخالف الحديث لا عدوى ولا طيرة، لأنه جاء بجانبه أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا يفتح الشيطان عليك باب الكفر أو باب الشك، وهو كذا، لأنه إذا خالط قال لو لم أخالط ما جاءني المرض، ما هو كذا. فبذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد، لكن إذا كان واثقا من نفسه قويا لا يضره إن شاء الله شيء. جاءت رواية لكن فيها ضعف أن عمر رضي الله عنه أنه أمسك بيد مجذوم، رواية ينسب إلى عمر رضي الله عنه ولم تصح، أمسك بيد مجذوم فقال كل في صحفته هو، نعم ليست صحيحة. عكس هذا جاءت رواية صحيحة عند الفاكهي وغيره أن امرأة جذماء كانت تطوف بالبيت فرآها عمر رضي الله عنه فقالت يا أمة الله لو جلست في بيتك ولا تؤذي المسلمين، فجلست في بيتها فلما مات عمر رضي الله أو لما قتل عمر رضي الله عنه شهيدا إن شاء الله، فقالوا إن الذي نهاك عن الخروج قد مات، فقالت ما كنت لأعصيه حيا وما كنت لأعطيه حيا وأعصيه ميتا. هذا صحيح إن شاء الله، نعم. باب ما جاء فإذا لا تخرج منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تحبطوا عليها. قالوا في الباب عن سعد، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وخزيمة بن ثابت السحابي له ميزة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وعبد الرحمن بن عوف وجابر جابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح. أما حديث سعد فأخرجه الطحاوي في شرح الآثار أو شرح معاني الآثار، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها، وإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليها، مثل هذا. وعبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به أي بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها إلى آخره، نعم. هنا جاءت رواية يقول أنا عائشة أيضا قال أخرجه أحمد بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناو أمتي بالطعن والطاعون، بالطعن الظاهر بالقتال فيما بينهم والطاعون، فقلت يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال غدة كغدة الإبل المقيم فيها كالشهيد والفار منها كالفار من الزهر. الحديث صحيح، وبالمعنى السابق أنه يبقى في مكانه الذي فيه ولا يخرج منه، نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، نعم. قال حدثنا أحمد بن مقدام أبو العشاس العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي وهو سليمان التيمي قال يحدث عن قتادة عن أنس
أنس الصحابي عن عبادة بن الصامت الصحابي، فهو رواية الأقران، رواية الصحابي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذه استشكل بعضهم المراد بلقاء الله المصير إلى الله أو الآخرة وطلب ما عند الله، وليس الغرض به الموت. يعني لا شك أنه يحب الموت أم يحب لقاء الله. فقال الجزري: ليس المقصود منه أنه يحب الموت، لأن كلا يكرهه، فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله، ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله. الظاهر يعني يكون يبدو، والله أعلم المقصود منه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يشمل حب لقاء الله تعالى العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. فالحديث يفسر على هذا المعنى أيضا. ولا شك أنه الإنسان يخاف الموت، إلا أنه بعض العلماء قالوا إن هذا الحديث محمله فيما إذا كان في آخر حياته في احتضاره، فالمسلم يموت وهو يحب لقاء الله في هذه الحالة. نعم، ويتأتيه ملك وتجلس أمامه كما جاء في وجوه حسان إلى آخره. ففي هذه الحالة أن المسلم يحب لقاء الله، وكأن روحه تنتفض أن تخرج بالسرعة. ولذلك جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام، أن ملك الموت وقت ما يأتي عند الكافر فيقول: أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب الله وسخطه، فتهرب في جميع جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول. وإذا كان عند مؤمن أو مؤمن يحب لقاء الله فيقول: يا أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رضوان الله فتسيل كما أو تخرج كما تسيل القطرة من فم القربة. فهذا الوقت هو الإنسان يكون يحب لقاء الله. ويفسره زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إلى الرفيق الأعلى، اللهم إلى الرفيق الأعلى، اشتاق صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فإذا يكون في حالة الاحتضار إذا كان الإنسان فرحا مستبشرا بلقاء الله، فيرجى له الخير الكثير. نعم، وليس المقصود منه من أحب الموت فيدعو، ربما يوصله إلى أن يدعو بالموت وقد نهي عنه. من كان الحديث يعني: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم إن كانت الحياة، اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كانت إن كان الموت خيرا لي. نعم، اللهم نعم، يقول إذا كان هذا لا شك: اللهم إليك، اللهم أرغب إليك، وكذا إذا ظهر منه هذا. كثير منهم أظن ذكر القرطبي في التذكرة أن كثير منهم صدرت منه هذه الأشياء. ومما ذكر أن شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، نعرفه رجل الحمد لله طول الحياة للسنة، وأوذي لأجل السنة في المغرب وفي بلاد أخرى، كان رحمه الله يقولون لما احتضر فقال: يا إخواني أنا أرى ملائكة الله. هذا نقل عنه: أرى ملائكة الله تبارك وتعالى فقروا علي القرآن. ما أدري من الذي نقل، هل هو صحيح؟ قال: اقرأ علي سورة ياسين، وهو رجل محدث يعرف الصحيح والضعيف، لكنه قال اقرأ، وقال أرى ملائكة الله. سبحان الله، ليس ببعيد يكون يستبشر بهم. نعم، يرى ويستبشر بهم. نعم، وأنا كنت أسمع من قديم أن الإنسان عند الموت يكون يضحك وكذا في بعض الأحيان. والله زميل لنا الشيخ عبد العليم، دكتور عبد العليم، الذي له كتاب أحاديث المهدي وله تحقيقات حديثية، من زميل العمر، كنا في البنارس في الهند، ثم جاء بنا الله إلى المدينة وكذا، ثم هنا درس في جامعة تلك الأيام جامعة الملك
إلى أن تخرجنا بعدها صارت أم القرى. فكان سبحان الله يعني عنده أصيب من 10 سنوات مرض الكلى، كانت تغسل في الأسبوع 3 مرات، وأخيرا قالوا اليوم لا نغسل لأن هنا ظاهر انسداد، فنام القسطرة وبعد ذلك نغسل. وفي أذن 3 رمضان يوم الجمعة، كان يوم السبت، كان ليلة الجمعة، فسبحان الله قالوا أنه نام ودائما في المكتبة ينام. رأيته فجأة لما أخبرت أنه مات رحمه الله، كان في المكتبة ينام وسجادته مفروشة، وفي الصباح هو ما يصوم طبعا ما يقدر، فأعطوه الدواء وكذا ونام، والأولاد كلهم ناموا لأنهم ساهرين في رمضان، تعرفون ما ذهبوا إلا وقت الظهر قريبا منه، دخلوا في المكتبة ووجدوه أنه على المصلى إلى القبلة على وجهه ساجدا حالة السجود، طه على يساره هكذا أو يمينه، ووجد ميتا بهذا. حملوه، أول من دخل أنا وابني قالوا أنه مات، فرحت فيه حيني، وذاك اليوم اللي غبت عن الدرس سبحان الله، وجدته بالفعل تلك الأيام أيام المرض، المرض واضح عليه والوجه يعني ليس فيه ذاك الرونق، لكن والله رأيته كأنه يضحك، ووجهه كأنه قبل 10 سنوات بدون مرض يلمع سبحان الله، يعني الحمد لله. فهذا يستبشر به الخير إن شاء الله، يستبشر يعني رأيته يضحك بالفعل، وهو ميت ويضحك، يعني صورته صورة الضحك بدون أي شبه. كنت أسمع وكره، قلت ربما هذا يصنعون للناس أو يكون، لكن أنا بنفسي رأيته. وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والموت على الخاتمة على الخير، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.